بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. حديث بني إسرائيل الثلاثة، كما قال الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في من قبلكم ثلاثة دخلوا في غار فسقطت الصخرة على باب الغار فسدت الغار، فقالوا لن يخرجنا من هذا الغار إلا عملنا الصالح، فليدعو كل منا بعمل يظن أنه كان عمل صالح تقرب إلى الله سبحانه وتعالى لنخرج مما نحن فيه. فدعا واحد منهم انه كان ليه ابوان كبيران في السن، فذهب يعني لياتي لو كان متعود انه بياكلهم قبل ما ياكل ولاده، فرجع فيهم الايام وجدهم نائمين، فقال وكنت فكرهت ان اوقظهما وابنائي عند قدمي يتضورون جوعا، فظللت حتى الصباح ممسك باكواب اللبن، كان جاب مع لبن، حتى استيقظ أبواي فسقيتهما ثم سقيت أولادي. فانزحت لما يا رب إن كنت عملت هذا العمل تقربا إليك فزد فانزع عنا ما نحن فيه، أو ففرج عنا ما نحن فيه من بلاء. فتزحزحت الصخرة ولكن بمقدار ليس بكاف لإخراج السلاسل ولا إخراج واحد حتى. فقال الثاني أن كان لي امرأة وهي كانت من قرابتي، وكانت هي أحب النساء إلي، فأصابتها مخمصة فجاءت لي فقالت لي طلبت مني المال، فراودتها عن نفسها وقال لها سأعطيك كذا ولكن إن خليتي بيني وبينك. المرأة كانت مضطرة فكادت تستسلم له، أن تستسلم له، فعندما هم بأن يطأها وكان هيعطيها 120 دينار، 120 دينار، الدينار 4 جرام ذهب، يعني ما يساوي حوالي 500 جرام دلوقتي. شوفوا انتوا بقى 500 جرام يساوي كام؟ 500 في 500 يعني حوالي ربع مليون جنيه بالتقييم بتاع دلوقتي. فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم ولا تفض الخاتمة إلا بحقي. فتحرك عنده الخوف من الله سبحانه وتعالى، فقام عنها قال فتركتها وخليت بينها وبين المال وكانت أحب الناس إلي، إن كنت فعلت هذا العمل تقربا إلى الله اللهم ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة قليلا ولكن بشكل أو لا يخرجهما الإسلام. فدعا الثالث فقال كان لي عامل يعمل عندي في مزرعتي او في عمل، فمشى وترك حقه عندي، لم اعطيه حقه. ونحن نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. فادخرت له هذا المال فنميته مع مالي حتى صار مالا كثيرا، ابل وغنم و و و فجاء هذا الرجل بعد سنوات قال له يعني كنت تركت حقي عندك الاجر الذي تركته. قال له خذ، ادخل خذ الابل والغنم كل هذا لك. قال له اتهزأ بي؟ انت بتتريق علي؟ مش مصدق ان يعني في حد، ايه ده انت بتقول ايه؟ قال له قد نميت لك ما لك عندي مع مالي فبارك الله فيه، فكان فاصبح هكذا، خذ هذا المال. فدخل الرجل واخذ المال كله، اخذ الابل والغنم ومشى. يا رب ان كنت فعلت هذا تقربا الى وجهك او احتساب او ففرج عنا ما نحن فيه ابتغاء وجهك. فتحركت الصخره وانفتح الباب وخرج. شوف الحديث ده عظيم جدا، ايه العظات والعبر اللي موجوده في الحديث ده؟ اول شيء اكثر من العمل الصالح، للعمل الصالح منجاه لك في المصائب في الدنيا، ما اكثر مصائب الدنيا. نحن نعيش في نحن نخرج من ندخل في مصيبه نخرج منها ثم ندخل في مصيبه اخرى. يعني نحن الآن في سلسلة من المصائب والكوارث، يعني إلا من رحم ربي. كثير من الناس يعني يقال يعني عنده مصائب ومش عارف يخرج منها لأنه هو ما عندوش عمل صالح، العمل الصالح عنده قليل، أو عنده عمل صالح لم يكن لوجه، يعني لم يكن خالصا لوجه الله تعالى. يبقى العظات أول شيء من الحديث ده إن أنا أكثر من العمل الصالح المخبوء بيني وبين الله سبحانه وتعالى. حاول تعمل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال
إن استطعت أن يكون لك أن يكون لك خبئا من عمل صالح بينك وبين الله فافعل. خبئ يعني خبئ يعني حاجة ما يعرفهاش الناس أي حد، زي يعني حتى لو عملت العمل الصالح ده بإيدك اليمين إيدك الشمال ما تعرفوش. تتقرب إلى الله به في وقت الشدة فينجيك الله سبحانه وتعالى. ثانيا تعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الناس دي الثلاثة دول عملوا العمل الصالح في الرخاء. الواحد منهم كان يقدر الأولاني كان يقدر ما يأكلش ولاده، ما يأكلش أمه وأبوه، ويأكل ولاده لما أبوه يصحى وأمه يصحى على مهلهم يأكلهم، مش هيحصل حاجة يعني. الراجل اللي كان عايز يقطع المرأة قريبته كان يستطيع جدا إن هو يقطعها، لو كان ضغط عليها وهي محتاجة إلى المال قطعها. وده الدرس الثاني، إنك لما يجي لك امرأة بالذات تطلب منك شيء أعطيها. المرأة أحق من الرجل لأن المرأة ضعيفة، ربما حاجتها إلى المال والعياذ بالله تجعلها تقع في معصية تقع في زنا، ويكون أنت السبب لأن أنت بخلت عليها، تكون محتاجة فعلا. لأن كثير من النساء يقعن في الزنا بسبب الحاجة تدق أعناق الرجال. ده درس من الدروس الهامة في هذا الحديث. فالمرأة هذه المرأة كادت تستسلم أنها كانت تقية وعفيفة له بسبب حاجتها إلى المال، لولا أن هذا الرجل كان يعرف الله سبحانه وتعالى. فلما قالت له اتق الله لا تفض الخاتم، فترك لها المال ولم يأخذ منها شيء. هذا الرجل كان يستطيع أنه ينال منها، لكن ترك هذا طواعية الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله، وهو قادر على فعل المعصية. فربنا سبحانه وتعالى بإذن عمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى خوفا منه، مش أي حاجة تانية، مفيش حد كان مطلع عليهم خالص. التالت ده مش بس ادخر المال وخلاه امان عنده، ده نماه. ليه؟ عنده شده ورع خوف من الله سبحانه وتعالى. قال لك ازاي امسك مال بتاع واحد ربما هو لو كنت اديته له كان شغاله في التجاره وكسب، ما حدش يعرف يغيب في ايه، ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ربما لو كنت اديته المال وخده لكان تاجر بيه وكسب، وربما يخسر ويضيع المال، لكن احتمال انه كان يكسب موجود. ف انمي هذا المال له، فنماه مع تجارته فكبر المال، وربما المال كبر لانه كان الراجل الثاني كان هو كمان هيكسب، فربنا سبحانه وتعالى فعل مع هذا الراجل. المهم ان هذا الرجل من شده صلاحه ادخر هذا المال واعطاه للرجل. كان قادر ان هو ياكل هذا المال ولا ماكش عندي حاجه، كان قادر ان هو يدور زي ما هو، لكن شدة ورع وتقوى خلته ينمي هذا البال. يبقى إذا كان عندكش عمل صالح، يبقى لما تقع في مصيبة ربنا سبحانه وتعالى مش هيقف جنبك لأن أنت ما تعرفتش إليه في الرخاء. يبقى ده الدرس الثاني إن أنا أتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء وأنا قادر قوي، عشان لما أقع في شدة ربنا سبحانه وتعالى يعرفني. لكن كثير من الناس اللي عزو الله عنده امتحان ينزل يصلي في الجامع يتقي الله، يخلص الامتحان يرجع للمعاصي تاني، وقع في ازمه يتقي الله في لغايه ما يقول لك بعدين ما تخلص الازمه يرجع يعصي تاني. لما تقع في ازمه تانيه مش هيعرفك ربنا وهيسيبك هيتخلى عنك سبحانه وتعالى. يبقى انا اعمل الصالحات وانا في قوه وفي رخاء، واعمل الصالحات مخبوءه محدش يعرفها عشان تبقى صادقه وصالحه ربنا سبحانه وتعالى تقبلها. كل دي دروس وعظات. الدرس الثالث ودرس مهم جدا، ان انا بقع في مصيبه اتقرب الى الله من هذا العمل الصالح، ادعو الله به. يعني حساب بنقول ادعو الله باسم الله الاعظم كويس، ادعو الله سبحانه وتعالى. لكن لما تدعو الله سبحانه وتعالى بعمل انت عملته صالح، تقول يا رب ان كنت تعلم ان عملت العمل ده لوجهك الكريم ابتغاء وجهك، لو كنت عملته ابتغاء وجهك فرج ربنا سبحانه وتعالى كريم، زي ما انت عملت العمل الصالح ده لوجه الله سبحانه وتعالى، او افدت انسان او 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 ساعدت انسان، لازم يقف جنبك في هذا الموقف. العمل الصالح ده اما لو كان لوجه الله في حق الله سبحانه وتعالى ربنا لازم يرده لك، اما كان في حق بشر وربنا سبحانه وتعالى كريم يحط نفسه مكان هذا الانسان اللي انت ساعدته. فزي ما انت انقذت انسان هذا الانسان او تصدقت عليه او عملت حاجه، وربنا ينجيك من المصيبه اللي انت فيها.
يبقى كثير من الناس يمكن لا يعي هذا، او لما تقع في مصيبه اقول اللهم تفتكر اي عمل صالح انت عملته ومتاكد ان هو لوجه الله سبحانه وتعالى صدق تصدقت فيها في السر. انسان كان وقع في مصيبه وساعدته، قول يا رب لو كنت عملت العمل ده لابتغاء وجهك نجيني من اللي انا فيه دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى لازم هينجيك. الدرس الرابع او الدرس اللي بعده كده ان ال امر معروف والنهي عن المنكر. الثلاثه دول كانوا صالحين، لو واحد منهم ما كانش عنده عمل صالح هيتقرب بيه الى الله سبحانه وتعالى، ايه اللي كانت ايه كانت النتيجه؟ كان الاثنين حيادوا الله سبحانه وتعالى، هيتحرك الصخره بمقدار لكن الثلاثه مش هيقدروا يطلعوا، لان الصخره ما تحركتش بالكامل او بعدت عن الباب الا بعد ما الثالث دعا او تقرب الى الله. يبقى لو واحد منهم بس كان طالح ما كانش عنده عمل صالح كان الثلاثه ماتوا في الغار، وده معناه ان الطالح ربما ياذي واحد، طالح ربما ياذي 10 صالحين بشؤم المعصيه والعياذ بالله. طب ليه؟ لان مفيش امر معروف ونهي عن المنكر، مفيش امر معروف ونهي عن المنكر. فلو انت تعرف انسان في جارك بيعمل معصيه لازم تنهاه، والا لعنه المعصيه دي هتنزل عليك وعلى اهل بيتك. لو ليك جار بيعمل معصيه لازم ما تسكتش، لو ليك واحد في بيتك بيعمل معصيه من ولادك او زوجتك لازم ما تسكتش، زوجتك متبركه ما تسكتش، ابنك بيعمل معاصي ما تسكتش، جارك بيعمل معاصي، لان المعاصي بتقع على مش بتقع شؤم المعصيه مش بيقع على صاحبها فقط ولكن بيقع على عامه الناس والعياذ بالله. ربما يهلك حي باكمله بسبب واحد عاصي، والعكس صحيح، ربما ينجو حي باكمله، ربما ينجو حي باكمله ببركه عمل انسان صالح واحد في هذا الحي. سيدنا موسى عليه السلام يعني بني اسرائيل ربنا منع عنهم القطر من السماء بسبب معصيه واحد فقط، كان بيعصي الله سبحانه وتعالى 40 عام، فربنا سبحانه وتعالى منع قطر من السماء ونزوله. ليه؟ ربما هذا الرجل كان يعصي الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس كانت تعرف من المقربين اليه، لكن ما كانش فيه نهي امر معروف والنهي عن المنكر. فعقل الكل اتعقل بما فيهم سيدنا موسى، سيدنا موسى موجود، مع ذلك وجود سيدنا موسى ما منعش بركه سيدنا موسى، واحد من انبياء اولي العزم. ثالث واحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا ابراهيم، ومع ذلك القطر اتمنع. قال لهم ربنا اوحى الينا في واحد فيكم عاصي بقى له ربنا بيعصي الله 40 عام، الراجل ده يخرج من البلد والا المطر مش هينزل ابدا. فهذا الرجل لما سمع هذا تاب الى الله سبحانه وتعالى وبينه وبين ربه. فنزل المطر في الحال على طول. فتعجب موسى قال يا رب ايه اللي حصل؟ الراجل انت بتقول، قال له يا موسى تاب الي عبدي. قال رب اخبرني من هو حتى افرح يعني توبتي. قال له يا موسى سترته 40 عاما وهو يعصاني، افضحه الان؟ شوف العظمه. لكن اول ما الراجل تاب توبه واحد بس، راح المطر نازل على الكل. الثلاثه دول لو واحد فيهم ما عندوش كان طالح كان الثلاثه هلكوا. ف ده دي الدروس، حاول تعمل عمل صالح وانت في رخاء وتقول لا، عشان لما تقع في مصيبه مش هتلاقي حاجه تتودد بها او تدعو بها الله سبحانه وتعالى او تتضرع بها الله سبحانه وتعالى عشان ينجيك مما انت فيه. لازم يكون لك عمل صالح مخبوء، وتكون عارف ان العمل الصالح ده خالص لوجه الله تعالى. وايضا الاحسان الى المراه لانها ضعيفه، ربما اذا لم تعطي هذه المراه ربما وقعت في معصيه. كل قولي هذا، استغفر الله.